بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة من برنامج مستقبل وطن. مشاهدينا الأعزاء، إلى متى يستمر الإنقلابيون في تجاهلهم لمعاناة المواطنين التي تتفاقم يوما بعد يوم؟ وإلى أي مستوى وصلت أوضاع الناس في ظل انقطاع المرتبات وانعدام فرص العمل والارتفاع الجنوني في الأسعار؟ تزايد معاناة المواطنين معيشيا وإنسانيا موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن، نحاول من خلاله أن نسلط الضوء على الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي يعيشها المواطنون في الداخل اليمني في مختلف المجالات والمؤسسات والأوضاع. أناقش هذا الموضوع مع ضيفي هنا في الاستوديو الشيخ جمال غندل، الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك شيخ جمال. يا خلاص المختار، حيا الله جمهورك الكريم، حيا الله إدارة القناة. أهلا وسهلا، سعيدين أن تكون معنا. بالمناسبة أيضا سيكون معنا مواطنون من الداخل اليمني، سنحاول أن نتواصل معهم ليعكسوا لنا الصورة من الداخل ومعاناتهم ومعاناة من يعيشون معهم يعني ينظرون إليهم أو يلقونهم في الطرق أو في الشوارع أو حتى في البيوت. سنخرج وإياكم مشاهدينا لمتابعة هذا التقرير أولا الذي يسلط الضوء على الوضع الإنساني في الداخل اليمني للمواطنين، ثم نبدأ نقاشنا مع ضيفنا هنا في الاستوديو ومع ضيوفنا الكرام. موظفون بلا رواتب وكلمة بلا حرية ومواطنون يبحثون عن الوطن، هكذا يرسم الانقلاب لوحة اليمن الذي يريد، لوحة ترسم بالدم والدمع، باللغم والقذيفة، برهبة الحرب وإرهاب التخوين. كان أبو الأحرار الزبيري يهتف بالأمس ملء الكون، جهل وأمراض وظلم فادح ومخافة ومجاعة وإمام. واليوم يعيد الإماميون الجدد الكرة، فتخرج ميليشيا الجهل من كهوفها ناشرة ظلما لم يسلم منه أحد، مسببة مجاعة تكاد تفتك بالكل، جاعلة الخوف أبرز حاضر في وطن يغيب فيه الأحرار خلف الجدران. ومع المجاعة والخوف تحضر أيضا أمراض غابت عن اليمن لعقود، ولولا مقاومون صدقوا الوطن عهدهم لكانت المصائب التي تحدث عنها الزبيري قد اكتملت بإمام كهف تروج له ميليشيا الجهل. الحديث عن وضع اليمنيين في ظل الانقلاب بات حديثا مبكيا لكل ذي قلب ألقى السمع لأوضاع اليمن، فالأسر التي اعتادت ستر حالها براتب في آخر الشهر باتت في عداد التائهين بلا نقطة ضوء أو قطرة أمل في صحراء الانقلاب. أما الأسر المعتمدة على دخل العمل اليومي فقد وقعت فريسة لأوضاع لا ترحم، بعد أن تعطلت عجلة الحياة وفر الكثيرون من إتاوات الانقلاب. يقترب واقع اليمن كل يوم من نقطة لا توقع، حيث يصعب عندها التنبؤ بمسار مجتمع تعرض فيه امرأة كليتها لتطعم أولادها، ويغدو فيه من كان بالأمس المحسن الجواد منتظرا من ينتبه لحاله فيحسن إليه، فيما يطول انتظار الموظفين لرواتبهم في وقت تصفعهم أخبار جراد الميليشيا التي يلتهم مجهودها الحربي قوت أطفالهم. شكرا لزميلنا فؤاد فارس كاتب هذا التقرير. وللأمانة مهما حصل الإنسان على قوة في صياغة المفردات إلا أنه لا يستطيع أن يعبر عن دمعة جيعان أو ألم قلب أم وهي تنظر إلى أطفالها وهم محتاجون شيء لا تستطيع أن توفر لهم. مرحبا بكم مشاهدينا، ومرحبا بضيفي الكريم الشيخ جمال غندل، الكاتب والباحث السياسي. سنتحدث لعلنا بشكل مختلف عن السابق من حيث السؤال والجواب. نحن نريد أن نوصف المعاناة، نحن نريد أن ندع الناس يتكلمون عن معاناة وصل إليها الشعب اليمني فعلا تدمي القلب وتبكي العين. التقرير حاول أن يسلط الضوء، يتناقل الناس الكثير من القصص والأحاديث والروايات، هناك شهود عيان شاهدوا، هناك من يسمعنا الآن ويمكن أن يوصف حالة لكن من يسمعها؟ بالتالي السؤال المعتاد الذي كان يسأله اليمنيون دائما كيف الحال، كيف أصبح هذا السؤال أستاذ جمال؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، أشكركم وأشكر إدارة القناة على استضافتي في هذا
البرنامج الهام والذي يحكي يوميات الوطن يعني بشكل مستمر. وكما ذكرت أخي الكريم مهما يعني بلغت فصاحة الإنسان ما عساه يتكلم وإخوانه يتلوون جوعا وقد بلغ بهم الحال يعني مبلغ صعب جدا وصفه. إذا نظرت الآن إلى يعني إلى 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 قطاع كبير من اليمنيين كان الناس إلى قبيل يعني إلى قبيل نقل البنك كانوا على الأقل هناك قطاع كبير عايشين على الرواتب يعني في مستورين إلى حد ما. اليوم أنت تتكلم وأغلب الموظفين الآن على شفا هاوية ما عندهم شيء، البقالات امتنعت من إدانتهم، التجار ما إلى ذلك حالة هلع، الناس كلهم خائفين على أنفسهم، ما أحد يقرض أحد. شيخ جمال حتى قبل نقل البنك الناس كانوا يستلمون المرتبات مقطعة. نعم صحيح ممزقة صحيح 50 ريال 100 ريال يعني كان الوضع مزري لكن صحيح ما زال يعني يعمل شيء. كان إلى حد ما على الأقل كان في نوع من الإطمئنان حتى لدى التجار أنه ما زال في 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 إمكانية وجود سيولة. الآن تعرف يعني تاجر في النهاية يعني رأس المال جبان، في النهاية يقول لك أنا سأقرض إلى متى أقرض، أنت أمام أفق مسدود لا سيما وأنت أمام عصابة وميليشيا تتعامل مع الشعب وكأنه يعني كما يقال عرطة من الله عز وجل، يعني هم يرددون صامدون صامدون صامدون، المساكين هؤلاء هم الذين يدفعون الثمن، هم الذين يعني يتلوون جوعا. أكثر الناس أخرج دبات الغاز من بيته يبيعها ليسد رمقه ليشتري دفاتر لأولاده، بل أكثر من هذا تجدهم يفرضون حتى بداخل المدارس زي المدرسين ما يستحون وكأنهم عايشين يعني نرجسية وعايشين في دولة يعني اكتمل فيها كل شيء مع البقية إلا مسألة زي المدرسين. أنا أعرف حالة من الحالات واحد منهم يقول لي أخرجت دبة الغاز أشتري للثنتين البنات الزي المدرسي، رفضوا يدخلوها المدرسة في صنعاء في إحدى مدارس صنعاء إلا بالزي المدرسي بعد دبة الغاز من أجل نعم من أجل يشتري الزي المدرسي. تخيل أنت هذا الوضع، آخر يروح يبيع دبة الغاز من أجل يشتري من البوفي الذي بجواره يشتري يعني وجبات غذائية، يشتري فول وكم قرص خبز في الصباح وفي الغداء وفي العشاء فقط عنده هذا لمدة 3-4 أيام، لما شاف صاحب البوفي قد استكمل ثمن دبة الغاز رفض أن يقرضه، وهذه حالة طبيعية. الحالة تبدأ يعني الإنسان يبدأ بحالة من من الهلع ومن الحزن مجرد ما ينتهي الشهر ولم يستلم راتبه، كون المتطلبات كون الأشياء أيضا المرادة منك صرفيات البيت التغذية إلى غير ذلك يبدأ مهموما يظهر مهموما مع بداية الشهر، فمن بالك عندما يمر شهر وشهرين وثلاثة أشهر ولم يستلم راتبه أو انقطع عن عمله ولم يعد لديه عمل أو غادر مؤسسته أو طرد منها، يعني أي حالة يمكن أن توصف حالة الإنسان في هذه؟ أنت يا أخي الكريم تتكلم عن حالة تصل بالشخص إلى مرحلة الجنون عياذا بالله، وربما بعضهم قد يعني يفكر في الانتحار ويفكر في السرقة ويفكر في أشياء كثيرة، لأنه كما ذكرت الواحد منا إذا تأخر راتبه 5 أيام 10 أيام أصيب بحالة هلع وتلخبط برنامجه المالي ويحتاج أن يسد ديون لأن صاحب البقالة يعطيك على اعتبار آخر الشهر، وصاحب يعني التاجر الذي تأخذ منه يعطيك آخر الشهر، الناس كلهم هكذا يعني يتعاملون. أما الآن ما في شيء آخر شهر، لا يوجد آخر شهر ولا أول شهر. أنا أعرف عساكر يعني في بعض الألوية وفي بعض المعسكرات التي تتبع هؤلاء الانقلابيين، ويعني أعرف لهم من 4 أشهر من 5 أشهر يراسلوني باعتبار أني كنت رئيس مؤسسة خيرية عملت في العمل الخيري أكثر من 25 سنة بفضل الله عز وجل، فالناس يرسلون لي أتلقى في اليوم الواحد 10 رسائل على الواتساب ما بين موظف وما بين ضابط وما بين يعني تاجر، كلهم أقل يعني أغلبهم يطلب منك سلفة تاجر طبعا حياء تاجر كان يوم من الأيام يتبرع والله مهندسين أكلمك جد ومدرسين وغيرهم والله بدأوا يسألون المساعدة مش من الآن، أقول هذا من قبل 2-3 شهور وعاد كان في رواتب. أما الآن أي واحد تسأله ما تستطيع تقول له تحتاج شيء لأنه أكيد يحتاج، ما في أحد الآن في اليمن لا يحتاج شيء، ما في أحد الآن في اليمن إلا الصامدون الذين يعيشون كالحشرات على كالجرثومة على الجروح، هؤلاء هم فقط الذين يعني الوضع مريح لهم، الذي يتاجرون بالغاز يتاجرون بالديزل يتاجرون بالبترول يتاجرون بأقوات الناس باسم المجهود الحربي ينهبون الناس يأخذون. الآن شوف من سفاهتهم، تريد نسلم لك الراتب روح جيب لنا سند للبنك إنك تبرعت. أنا أصلا لو عندي أصلا فلوس ليش عاد أنا بجيب؟
والله ناس ذهبوا يستلفوا ويورد للبنك 1000 ريال 2000 ريال على أساس أنه على أمل أنهم سيصرفون له الراتب. هؤلاء كيف سيتحملون أعباء دولة؟ لماذا هذه المقامرة؟ وفي النهاية الناس يحترقون ويموتون جوعا، يبيعون أعراضهم. والله أني أعرف أسر وبنات، والله راسلتني بعض الأخوات اللواتي يعني لها النشاط خيري، قالت والله أني أعرف أسر وبنات بدأت تبيع أعراضها لأنه ما في عندهم أي مصدر، ما في مصدر للعيش. 5 6 10 أولاد بداخل البيت، من أين يطعمونهم؟ أخي مختار أنت تتكلم عن مأساة. رغم أن هذه المأساة، لكن يعني لا يحق ولا ينبغي أن هنا للتمويه على الأقل للمرأة أن لا شك لا شك أنا أفكر حتى أنا أتكلم يا أخي مختار عن وضع بالأخير. نحن نتكلم يا أخي، هناك من يستغل هذه الظروف. الفقر يعني كما جاء في الأثر، كاد الفقر أن يكون يعني قرين الكفر. يقول سيدنا عمر لو كان الفقر رجلا لقتلته. الفقر إذا وصل إلى مرحلة معينة وانسدت الأفق، يعني أنت تعرف نعود من نعم الله عز وجل أنك تجد من يقرضك. الآن ما في أحد يقرضك. أي موضوع السلف هذا عاد له قصة وحكاية راح نكملها معك إن شاء الله. شيخ جمال اسمح لي هنا نشرك معي إحدى الأمهات الفاضلات من داخل صنعاء. أم محمد مرحبا بك وأهلا وسهلا. نحاول أن نوصف. مرحبا أم محمد، سعيدين أن تكونين معنا. نحاول أن نوصف. حياكم الله حياكم الله، ربي يحفظك إن شاء الله. حياكم الله. نحاول أن نوصف اليوم معاناة الناس ونطلع نرفع أصوات هؤلاء الناس عاليا لعلها تجد أذن سامعة من كل الأطراف، من كل الجهات، من كل الفئات، أحوال الناس، أوضاع الناس في داخل بيوتهم، المستورين والناس العاديين والناس البسطاء واللي كانوا معهم مرتبات واللي كانوا تجار. كيف حال الناس أم محمد؟ والله يا ابننا حالة الناس والله ترفع قوي. الآن لا عد مرتبات، لا عد حالة من عد وظائف، لا عد شيء. بعد يا ابننا المرتب يعني ما شاء الله مرتبة ما أكل شرب. المرتب علاج ومدارس وملابس وإيجار وأكل وشرب. من يعني ما شو مثلنا هذا بس يعني وحرام. وفوق هذا التجار ما صدقوا إن الأدات تقطع من هنا ولا التجار رفع أسعارهم يعني للكلة. إحنا ضغطوا على المواطن قوي. إيه أنت تعيشين وتزورين وتسمعين وتتحدثين مع أسر ومع بيوت، ما يعني نعم ما وصل لك من احداث ومواقع نريد ان نعرضها للناس ايضا من اجل اشياء، من اجل اولا ان يلتف الناس حول بعضهم من التكافل الاجتماعي، ومن اجل ان تتوقف مثل هذه المغامرات الانقلابيه. نعم عرفت. انا زرت عدد بيوت هكذا جيران وناس أعرفهم هكذا يعني حالتهم والله مجرية مع حالتهم يعني ترجع حالتهم تبقى حول حالتهم يعني والله يعني جدنا هالقند أصبح يعني أسر ما حد دار ما عندهم ما حد يركب حالتهم تدخل عليهم والله لا حد أعطاهم شيء إنه صدقنا من الفرحة يبكوا من الفرحة يبكوا. وأعرف ناس نازحين، أعرف أسرة ناس يعني أكثر أمطر بس هذا يعني بيتشار كبير يعني كبير في السن يعود 16 نفر في البيت والآن أصبحوا ماشي هو نازح ماشي مع خلاص لا عد مع أجمع لا عد مع ما يأكل أسرة لا عد حالكم والله أصبح يعني عن حالة يعني تعبانة قوية. الحالة المادية أصبحت يعني ردية عند الناس إلى متى؟ وعدت يعني ناس يعني مساكن برضه يعني هكذا يعني كان حالتهم المادية كانوا أغنياء كانوا أثرياء كانوا ما شاء الله حالتهم المادية ممتازة يعني أصبح عنده حالة نفسية حادة والآن أصبح في مستشفى مجاني. حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الناس تخيل من تخيل تخيل يا ابني من تخيل بعد المساجد بعد الغناء تخيل كيف تكون حالتهم وبحكم لهم يبني انتحر يجيب يصير السيارة كما نصرف يروح للبيت ما يصرف ما يصرف على أولاده وكما نصرف يعني بناتهم وأولادهم يعني على أن ترجع على ما سمعت
أنا أقول لك أول ما يعني ضيفك بعلم كلامه في مكانه، الكلام هذا بعلم بحصان. حسبنا الله ونعم الوكيل. أم محمد أشكرك جزيل الشكر كونك قبلتي أن تدخلي معنا في هذا البرنامج وتنقلي لنا بعض من معاناة المواطنين في الداخل اليمني وخصوصا في العاصمة صنعاء حيث أنت. أشكرك جزيل الشكر وأعود إلى الشيخ جمال غندل في موضوع السلف، هذا الحل السريع الذي كان يلجأ إليه اليمنيون والموظفون خصوصا ركنا إلى موضوع الراتب، يأتي إلى هذا يستلف يأتي إلى هذا يستلف، أصبح السلف أو مجرد التفكير في السلف هم كبير ربما يؤرق الإنسان يؤرقه من منامه. مسألة الدين أصبحت شيء مخيف، البعض منهم تجاوزت ديونه مئات الآلاف. صحيح. كيف هذا؟ صحيح يا أخي الكريم، كما ذكرت لك أنه من نعم الله عز وجل أن الله عز وجل أباح الاقتراض، لكن الآن أنت في مرحلة التاجر الصغير تاجر التجزئة صار مفلس أيضا، ما عاد عنده إلا الشيء اليسير بداخل دكانه، تدخل على تجار التجزئة ما تجد عنده إلا بعض السلع القليلة، فإذا كانت موجودة عنده ما يستطيع يقرضك لأنه عارف أنه في نهاية الشهر ما في راتب، فكيف يقرضك؟ ويريد أن يحرك يعني السيولة الموجودة البسيطة عنده، فتأتي إليه فيستحي منك ويعتذر منك وهو معذور حقيقة يعني. ومن ثم كما ذكرت الآن أغلب الإخوة ما عاد عندهم الآن، اللي بقي لهم في بيوتهم يعني صار في تقشف شديد، يعني إذا كانوا مثلا يأكلون في الغداء مثلا كانوا يأكلون صنفين من الأكل أو إذا صار يأكلوا صنف واحد، إذا كان مثلا كان باليوم ممكن يأخذون قرصا ثلاثة أربعة أقراص من الخبز صار اثنين أقراص، لأنهم يشعروا أنهم هم أمام أفق يعني مسدود، ما في يعني ما في مجال حتى لهؤلاء الانقلابيين انهم يقبلوا باي حلول او يقبلوا او يقدموا تنازل من اجل هؤلاء المساكين. شيخ جمال، واحد من الناشطين على صفحته في الفيسبوك يكتب بانه يعني قرابه الساعه الثانيه ليلا يطرق احدهم الباب علي، هكذا يقول، ففتحت الباب واذا بنت الجيران طفله عمرها 8 سنوات تطلب منه سلف، تقول له ابي يقول لك يريد منك 1000 سلف. الساعة 2 في الليل يخترق الطفلة اللي قال أنا أعرف أنه الرجل يشرب السيجارة ومدخن وظننت أنه يريدها لهذا الأمر، قلت لها اليوم يعني ما فيش ممكن أشوف لك بكرة بعده، قالت له والله أننا حتى الآن لم نتغدى ولم نتعشى. قال أنا أعرف أن هذا موظف، أعرف أن هذا يعني كنت أقترض منه واليوم أصبح هو يقترض مني. الوضع يعني هذا نموذج ممكن يتكرر، الناس اليوم يتحدثون في الباصات، يتحدثون في الشوارع، يتحدثون في أماكن في 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 أماكن للمقيل، يتحدثون في المساجد، أوضاع أصبحت مزرية. يا شيخ لك أن تتخيل فقط المجاعة التي حصلت الآن في تهامة على أناس عندهم مصدر دخل وهم على البحر، بسبب أنهم صار الآن على البحر صارت منطقة عسكرية وصارت يعني مليئة بقوارب هؤلاء الانقلابيين والحوثيين ومسيطرين على الساحل، ما عاد استطاع الناس يسترزقوا. الآن ننظر صور كأنك في مجاعة النيجر أو في مجاعة الصومال، ما تصدق أن هذه المناطق في اليمن وأن أناس قد ما عاد يستطيعوا يمشوا من هذه الحالة. أما هذه التي ذكرتها ففي مثلها عشرات الحالات وتصلنا عبر رسائل الواتساب وعبر يعني الفيسبوك، عشرات الحالات تتكرر بما هو أصعب من هذا. أنا أخبرني أحد الإخوة أنهم وجدوا جيرانهم كانوا ساكنين بدكان في صنعاء وأنه أحد الجيران أراد يتفقدهم وإذا به يأتي ويجد 3 موتى بداخل الدكان لهم 3 أيام، يعني وجدهم بعد أن كانوا يمرون على الناس يسألهم ما حد يعطيهم شيء، فخطر في بال واحد من الذي كان يقرضهم قال والله فلان هذا ما عاد نحصله اللي كان يشتغل بعربية خلينا ندق، مروا بهم وإذا قدموا يشموا رائحة يعني عفن الجثث فكسروا الباب وجدوا 3 يعني الرجل وزوجته وطفلة قد توفوا من الجوع بعد أن تكففوا الناس ما أحد أعطاهم. أنت تتكلم يا شيخ مختار تتكلم عن حالة 24 مليون منهم الآن 2/3 الشعب يعني عايشين على 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 على, على ما يعطيهم المغتربون، أما رواتب ما عاد في رواتب، حتى العسكريين فقط يعني الذي هو في نقطة عسكرية يتفيد منها ويحصل له شيء منها، وأما أنه في رواتب ما عاد في عندهم رواتب إلا قيادات محددة التي على أساس يضمنوا بقائهم معهم. دعني أذكر لك قصة القضاة هذه التي كتبها أحد القضاة على صفحته، لكن قبلها سأشرك معي أم عزام وهي موظفة قطاع خاص. أم عزام مرحبا بك وأهلا وسهلا بك على برنامج مستقبل الوطن، ونحن اليوم نناقش تزايد معاناة المواطنين معيشيا وإنسانيا والتزايد في ارتفاع ومستمر.
بحكم كونك قريبة من الميدان، محتكة أيضا بالأسر وبالعوائل وتستمعين من هنا ومن هناك، كيف تنقلين لنا صورة الناس في البيوت في الشوارع في الداخل اليمني، معاناتهم الإنسانية والمعيشية؟ أهلا وسهلا بكم أولا. ثانيا، نحن موظفين القطاع الخاص نجي انقلاب الميليشيات على الدولة أو السلطة نفسها، نعاني نحن شريحة موظفين القطاع الخاص معاناة غير عادية، وما زاد المعاناة وما زاد إلى معاناتنا وإضافة إلى ما نحن عليه صح انقطاع المرتبات بالكامل خلال الأشهر المنصرمة وإلى يومنا هذا. نعيش في وضع لا يحتمل، يعني وضع صعب جدا نحن كموظفين قطاع خاص. أما لو تكلمنا عن عامة الناس وعن ما نعاني وعن ما نسمعه من الجيران وما نقترب وما فتحدث ولا حرج، يعني كثير ما نلاحظ الأمهات الطحنة جبن الشوارع، كثير ما نلاحظ الناس الذي على حول براميل الكمامة يبحثون عن ما يصدر مقدوعهم، الماء مقطوع والكهرباء مقطوع، الغاز ما فيش، أصبح يعني سبحان الله العظيم حياة شبه مشلولة داخل العاصمة صنعاء. حديث الناس اليوم في الشوارع، حديث الناس اليوم على الباصات، حديث الناس اليوم الجميع يتحدث يريد راتبة، يعني يتساءل إلى متى يستمر هذا الوضع، يعني أسر أو أناس يعني تركوا المدارس أولادهم لأنهم لم يستطيعوا أن يوفروا لهم ثمن الدفاتر وثمن حقائب المدرسة، أناس أخرجوا من منازلهم من السكن الذي كانوا مستأجرينه لأنهم لا يستطيعون أن يدفعوا الإيجار. ماذا لديك حول هذا الموضوع من معلومات أو قصص حدثت ومطلعة عليها؟ نعم، على ذكر هذه المواضيع والمواقف هذه نفسها، أكثر من عانى من هذه يعني من تجرع المرارة أكثر هم موظفي القطاع الخاص، يعني إذا كانوا موظفي القطاع الخاص يعانون من سنة وأكثر، فما بالك يعني الآن موظفين من 3 أشهر من شهرين بدون رواتب، أما نحن كموظفين من سنة وأكثر. أعرف واقتربت كثيرا من أسر خرجوا من بيوتهم لهذه الأسباب، كانوا مستأجرين وكانوا معتمدين على رواتبهم من القطاع الخاص. أعرف أسر أخرجوا أطفالهم من المدارس ولم يستطيعوا أن يدرسوهم في مدارسهم. كثير من الأسر سحبوا أطفالهم أيضا من المدارس الخاصة، وهذا ما اقتربنا منه كثير. كثير من الأسر اللي تضررت من الانقلاب والذي نالتهم سطوة الميليشيات وأوجعتهم في بيوتهم وبأقربائهم أيضا غادروا بيوتهم مجبرين كي يغيروا أماكنهم. يعني لو وصفنا المعاناة لن نستطيع أن نصفها بأشكالها وأنواعها داخل العاصمة المحتلة التي سطت عليها هذه الميليشيات. شكرا جزيلا لك يا أم عزام، إحدى الموظفات في القطاع الخاص طبعا المنقطع عنها مرتبها وانقطع عنها عملها، كثير حتى من موظفي القطاع الخاص فقدوا وظائفهم منذ وقت مبكر ولم يعد لديهم إلا التسميات كما يقال. أعود إلى الشيخ جمال غندل قبل مشاركة الأم عزام ونقلها بعض معاناة المواطنين في الداخل اليمني. أشرنا إلى موضوع القضاء، القضاء لعلهم كانوا أحسن مكانا، طبقة المرفهة عندنا في صحيح. القضاء يعرف الواحد أنه القاضي ما شاء الله راتب الواحد منهم لا يقل عن مبلغ معين ومبلغ محترم يستطيع أن يسد به احتياجاته. القضاء اليوم يطالبون مجلس القضاء الأعلى بأن يوفر لهم مكان، هذا المكان أمين عن مجلس القضاء الأعلى، يوفر لهم محلات يستطيعون من خلالها أن يقترضوا مواد غذائية ويستلفون أشياء تخص الأكل والشرب والطعام لأسرهم، ما معنى هذا؟ إذا كنت يعني تتكلم عن القاضي الذي يتقاضى بعضهم 300,000 و400,000 هذا دون الدخل الذي خارج يعني خارج الرسمي، يعني بعضهم ربما دخلوا ب100,000 بالشهر من وراء القضايا، إذا كان حال بعضهم قد وصل إلى هذه الحالة فما بالك بحال المسكين الذي يستلم 30,000 أو 40,000
أو حال المسكين الذي يعمل بيده والذي له معطل منذ سنة ونصف أو يعني أو أقل أو أكثر. تخيل أنت الوضع، أنت تتكلم عن وضع يعني بلغت الحلقوم بالناس، ما عاد في مجال عندهم للصبر، ولذلك هو الآن يعني يفرحون بأي حدث على أساس يؤخرون ثورة الجياع عليهم. فرحوا بقضية الصالة الكبرى وأججوها ونشروها في الإعلام، مع أن تعز صالة كبرى منذ سنتين، ومع أن البيضاء صالة كبرى منذ سنتين، ومع أن اليمن بأكملها صالة كبرى يقصفونها، يقصفون الأحياء والمدن ويقصفون يعني المدارس، ما تركوا صغيرة ولا كبيرة، مع ذلك فرحوا بهذا لأنهم أدركوا أن الناس ينزلون من أجل رواتبهم. الجياع الآن كثروا، ما هم مستعدين يصبروا، كان على الأقل تصبرهم أن تقول له معك شيء. الآن هذا القاضي يذكر هذا الكلام، وذكر المنشور هذا أحد القضاة ذكره في صفحته على الفيسبوك ويتكلم بحسرة ويقول إذا كان هذا الأمر هكذا، إذا كانت لا تهمكم يعني بطوننا فلا تهمنا حربكم، هذه حربكم هذه العبثية التي لا معنى لها. أنتم الآن من تقارعون؟ تحاربون العالم كله، العالم كله ضدكم. لأنه رد عليه من قدمت له الورقة وقال لا خير في مسلم يرعى بطنه ولا يرعى وطنه، هكذا كان رد القاضي. هذا ذي الوطنية بنظرهم، أما هم ما يعرفوا شو الوطنية، ما يستطيعهم أيضا يعصبوا على بطونهم. الواحد منهم من يوم أن بدأت الأزمة هذه وبدأ الانقلاب هذا، بعضهم صار مليونير، بل بعضهم ملياردير، يشتري عمائر في صنعاء وفي إب وفي غيرها ب 150 مليون ب 200 مليون، أن له هذا لأنه مسك نقطة من النقاط وصار مسؤول أو مشرف على محافظة أو مشرف على مديرية، وصار يعني هو المرجع الأول، هو فوق القضاء، هو فوق الأمن، هو فوق إدارة المديرية، هو فوق قيادة المحافظة، هو الذي يحكم ويأمر وينهي ويسجن ويخرج. ماذا تريد بعد هذا من عبث؟ هؤلاء يعني لسان حالهم اللهم أدمها أزمة واحفظها من الزوال. هم مرتاحين، عايشين على هذه الأزمات، عايشين على جروح الناس. مسألة إنه من لا يرعى بطنه، من لا خير في مسلم يرعى بطنه ولا يرعى وطنه، يعني مطلوب من الناس ألا يتكلموا، مطلوب من الناس ألا يتحدثوا. هذا مفهوم، هذا مفهوم الوطنية عند الحوثي، الوطنية عند الحوثي هذا مفهومه، ومفهوم عند هؤلاء يعني الذين لا زالوا يصفقون له، مفهوم الوطنية عندهم هكذا، ما يعرف أن الوطنية الحقيقية أنه كان يجنب وطنه هذا الدمار. نحن الآن اليمن عادت إلى الخلف أكثر من 100 سنة. في مقولة للإمام علي بن أبي طالب عجبت لمن بات جيعانا ولم يخرج شاهرا سيفا تقريبا. نعم نعم نعم، وستجد أكثر من هذا يعني عند كثير من الناس. لكن هؤلاء الآن يتسترون خلف الوطنية، إذا جيت تتكلم قالوا هذا داعشي، إذا جيت تتكلم قالوا هذا مع العدوان، رغم أنهم من أنصارهم، أنهم من أنصارهم، مع أنهم من أنصارهم، كثير منهم الآن يعني طفح بهم الكيد، ما عاد استطاعوا يصبروا. كان قبل فترة إلى شهور قليلة ويمكن يقولوا يمكن تنفرج الأزمة، يمكن الآن يشوفون صلت، يشوفون أن هؤلاء لا يريدون أن يخرجوا إلى أفق، وما هم معترفين أنهم غلطانين ولا معترفين أن البلد تمر بأزمة أبداً. المسألة عندهم مستعدين يصمدوا إلى بعد حتى 1000 سنة، ما هي مشكلة عندهم، إذا الضرب فوق ظهور غيرهم وهم عايشين في الجحور وعايشين في 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 في, في السراديب يعني المعسكرات أو ما إلى ذلك، عايشين أيضاً في كهوف مران وما إلى ذلك، ما هم الألوف التي تسقط والناس الذين أن يتكففوا. الناس اليوم إذا يعني يكلمني أحد الإخوة في مدينة إب يقول المتسولين بالمئات، قال والله تستحي إذا أخرجت شيء قفز لك 10 شباب وغيرهم، إذا جيت تقول ليش ما تشغل، قال على يدك شغلني أنا أشتغل، على يدك خذني أعمل. كنا نشاهدهم في المساجد يوم أن كانت الأوضاع أكثر يسرا، فما بالك اليوم؟ اليوم الموظف يسأل، يعني الشاب يسأل، العسكري يسأل، مدرس يسأل. أنت تتكلم يا شيخ على، إذا تكلمت على القطاع الخاص، أنا لي من أقاربي من القطاع الخاص من كان يستلم 180,000 والله يقترض الآن وله شهور يقترض، ما في، سرحوا في القطاع الخاص. تعرف يعني أكبر مجموعة اقتصادية كان مجموعة أهل سعد، نعم ثلثين الموظفين سرحوا، ما في شغل لأنه ما عاد الناس مش قادرين. كم يستطيع الإنسان أن يتحمل؟ شهر، شهرين، ثلاثة؟ باع اللي كان عنده ذهب، باع الذي عنده عفش، باع الذي أكثر الناس باعوا عفشهم. الآن لما يتكلموا الناس تجد أغلب القصص أنه يخرجوا دباب الغاز لأنه ما عاد في اللهيب اللي ممكن تثمن. أما بعضهم إيش يخرج فرش مهتري ولا يخرج بطانية منتهية، ما حد يشتريها منهم. أنت تتكلم يا أخي مختار على وضع والله تعجز أنك تصفه. سنناقش أيضا هل من حل أيضا لمثل هذا الوضع، لأنه يعني الناس في سجن كبير، الناس في معاناة كبيرة لا يجوز السكوت عنها. سنخرج إلى فاصل قصير شيخ جمال، نعود من ثم مشاهدينا لإكمال حوارنا مع ضيفنا هنا في الاستوديو الشيخ جمال غندل الكاتب والباحث السياسي، ونحن نسلط الضوء على تزايد معاناة الناس مع الشيعين. أرجو أن تبقوا معنا.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حوارنا مع ضيفنا هنا في الاستوديو الشيخ جمال غندر الكاتب والباحث السياسي، ونحن نتحدث عن تزايد معاناة المواطنين معيشيا وإنسانيا. مرحبا شيخ جمال. يخلص قبل الفاصل، هناك قصص تدمي القلوب، وحقيقة يعني الوضع مزري بشكل كبير جدا. اليوم الناس، من أصيب بالمرض لا يستطيع أن يشفي نفسه أو قريبه إلى المستشفى، تكاليف العلاج، تكاليف المستشفيات، تكاليف إيجارات السيارة، أصبح الناس لا يملكون شيء من هذا الجانب، بالإضافة إلى الديون المتراكمة. نحن نعلم أن الدين هم بالليل كما يقال، خزي في النهار، والديون هي ستسحب حتى المرتبات التي يمكن أن تأتي. صحيح. يعني في حالة ما جاءت مرتبات ربما تسحب وتذهب كلها ديون وإيجارات إلى ما إلى ذلك. صحيح. أنا أقول أيضا من المهم الحديث على موضوع العمل الإغاثي، فهؤلاء سبحان الله يعني كما يقال لا يرحمون ولا يخلون رحمة الله عز وجل تنزل على البشر. المساعدات مكدسة في مركز الملك سلمان، يريدون إدخالها إلى كثير من المحافظات التي تحت سيطرتهم، وهم يشترطون على أن لا تكون من دول العدوان. طيب من سيساعد؟ من يقدم معكم بديل آخر؟ إيران تستطيع أن تقدم لكم مساعدات، وإلا ما في عندها إلا سلاح فقط تقدمه. يعني قبل أيام مسكت شحنة يعني من جاية من دولة شقيقة من عمان، وإذا بداخل الشحنة وجد ذخائر بداخلها ومغطاة بأكياس البر. يعني هذه إيران، هذه التي يعني الآن تتبجح وتنفق المليارات من أجل حرب السنة يعني في مشارق الأرض ومغاربها، لماذا لا تقدم لكم الآن يعني مساعدات إنسانية عاجلة؟ يعني أين البديل الآخر؟ خرج أيضا علي صالح يستهزئ بمركز الملك سلمان والمساعدات التي تصل من المركز الملك سلمان إلى ما إلى ذلك. طيب عندك نعم عندك بديل آخر. الناس الآن سبحان الله، الأمم المتحدة تفاوض من أجل تدخل مساعدات. الآن هذه الهدنة التي أعلنت على أساس أنها ستبدأ من ليلة من هذه الليلة، يعني يفترض أنه على أساس تدخل مساعدات، تحتاج إلى ترتيب وتنسيق، ستنتهي 72 ساعة وما قد وافقت الميليشيا الإنقلابية على دخول المساعدات. لماذا؟ لأنهم لابد من الصمود، ولابد ما يكون اليمني ذو كرامة، وما يأخذ من دول العدوان. من أين يأخذ؟ من يأخذ؟ وأنتم عاديتم العالم كله، كل العالم لم يعترف بإنقلابكم ولم يعترف بشرعيتكم، إذا من سيعطيكم؟ يعني أي إنسان عاقل يتكلم، يعني إذا كان الشخص وقت الضرورة يأكل من الميتة، إذا ألجأ إلى المجاعة جاز له أن يأكل من الميتة، وهؤلاء المساعدات تريلات تقف على أعتاب تعز وعلى مناطق كثيرة ممنوع دخولها. لماذا؟ لأن هذه يعني ستذهب إلى المقاومة. كان في السابق الجميع يتحدث عن الفئة الصامتة، كان الكثير من الناس يفضل الصمت، يفضل أن لا يتكلم، أن لا يتدخل، أن لا يقول شيء، يقول خليني بعيد عن الأحداث هذه حتى لا أتضرر أنا أو ليتسبب أولادي أو أهلي بشيء من الضرر. نتيجة لهذا الصمت أصبح الجميع اليوم متضرر، اللي كان ساكت واللي تكلم والذي قاتل والمقتول والثائر وغير الثائر والمنقلب وغير المنقلب، اليوم الجميع متضرر، وهذه من سلبيات السكوت عندما يرى الإنسان المنكر ولا ينكر. اسمح لنا هنا نشارك معنا الناطق الرسمي والمسؤول الإعلامي لرابطة موظفي الدولة الأستاذ حافظ مطير. أهلا وسهلا بك أستاذ حافظ. أهلا وسهلا بكم، وشكرا جزيلا لقناة سهيل على هذه الاستضافة واهتمامها بقضايا المجتمع وحقوق الموظفين في جميع مناطق اليمن، وخصوصا ما وصلت إليها الموظفين في جميع القطاعات الحكومية، وخصوصا في المناطق التي تصاعد سلطة الانقلاب. كون الغالبية الآن صاروا ينشدون الفاقة والفقر جراء التعصبات التي مارستها الميليشيات الإنقلابية، فصادرت المرتبات وصادرت كل حقوق المجتمع بعد أن فصلت السابق كل مناهئها. الآن صار حتى من سكتوا ومن لم يقاوموا بالجد صاروا الآن عرضة لهذه الميليشيا، رغم أنهم لم يتذكروا لها أن يقاوموها أو يناوروها من بالبدء، لكن مع ذلك تظل الميليشيا الإنقلابية تتعامل بعنده. والآن عندما خرج أولئك الذين لم يناوروها من البداية والتزموا عملية الصمت، وصل الجوع يطرق كل باب في اليمن، وخصوصا بالمناطق كما ذكرنا سابقا التي تسيطر عليها الإنقلابية، لما تمارس الميليشيا
بعد أن استنزفت الخزينة العامة وبعد أن صادرت كل مؤسسات نعم. الدولة وكل المدخرات. الآن حافظ الأمان نعم أخ العزيز حافظ في إطار المعاناة الشديدة التي تتضاعف يوما بعد يوم على المواطنين، أناس منتظرين من يخرج ويقول لا، من يطالب، الجميع اليوم يطالب بمرتبه، اليوم حتى من هو مع الانقلاب وعايش في صنعاء أو حتى في عمران أو حتى في صعدة يتساءل أين المرتب، أين الراتب، وهناك شعارات الآن بدأت تطلق بأنه قطع الأرزاق أعناق ولا قطع الأرزاق. موظفي الدولة أصدرتم بيان وطالبتم وتوعدتم وقلتم أن الموظفين لن يسكتوا، ما هي الأعمال أو الأمور التي ممكن أن يتحرك في إطارها من فقد راتبه من موظفي الدولة؟ البيانات صدرت ودعونا الجميع للخروج إلى الشارع مطالبا بمرتبه، فالمرتبة هو حق البقاء للمواطن اليمني وهو الذي يعيش ويعول أسرته. فالدعوات كانت قبل حادثة قصام الكبرى لعلكم شاهدتونا معاتيها، لكن بعد حادثة الصالة الكبرى كان هناك واجب قيمي وأخلاقي أدى إلى أن الناس يوقف النزول الذي كان في يوم الحادثة نفسها، فكان ذلك بمثابة قدرة من قبل الموظفين من قبل جميع فئة الشعب. الرواتب لا تهم الموظفين أنفسهم فقط، يتهم شريحة واسعة من الشعب، كون الموظف هو يشتري من البقال والبقال يشتري من التاجر الكبير والتاجر وكذلك يشتري من بيع الخضار وبيع الخضار يشتري من المزارع، فالعملية هي عملية تكاملة على جميع القطاعات. فالآن انعكست انقطاع الرواتب وانعكست سلبا على جميع فئات الشعب، لذا فإننا ندعو جميع فئات الشعب نقول لهم قفوا مع أنفسكم وأخرجوا مناشدين بحقوقكم وبرواتبكم، إذا لم تقفوا مع أنفسكم لا تنتظروا من أحد أن يقف معكم. الآن الميليشيا صارت صادر أرزاقكم وصادر حياتكم، أرزاقكم هي حياتكم وبقائكم ومصدر قوتكم وطاقتكم، لا تقنعوا هذه الميليشيا. لكن صحيح أنه الدعوات توالت، لكن مع ذلك تظل الميليشيا بإرهابها وعنديتها، ولعلكم تابعتم ما حدث الموظفين مؤسسة العمل للاتصالات والموظفين مستشفى 48، عندنا قامت الميليشيا بمداهمة وفض الاعتصام لمؤسسة العمل للاتصالات واختطفت نقابيها وموظفيها، حتى أن ممارسة الميليشيا لا زالت مستمرة إلى هذه اللحظة. اليوم بلغنا أن الميليشيا قامت باختطاف الأمين العام لنقابة المعلمين في حفر الزمار الأستاذ عبد الله الفضلي، هذه تعتبر انتهاك للحق المدني وانتهاك للكيان النقابي العام الذي وجد ليدافع عن الناس. الآن على الموظفين أن يدافعوا على نقاباتهم وعلى المسؤولين في النقابات، عليهم أن يخرجوا إلى الشارع ويقولوا لا، لا يمكن أن نقبل بالميليشيا. إضافة إلى ذلك دخلت اختطفت رئيس النقابة وهو يمارس مهنته التعليمية في مدرسة عمر المختار في مدينة جبل الشارق واقتادت من امام طلابه. فالان الجوع والفقر صار يطرق كل باب، بينما الميليشيا صارت تنهب وصادر كل ما كان يوجد من احتياطي نقدي في البنك المركزي وحولتها الى صعده والى اماكن خاصه. لا تنتظروا الا الموظفين، لا تنتظروا من احد ان يقف معكم اذا لم تقفوا مع انفسكم، فالحقوق هي حقوقكم يجب ان تدافعوا عنها، والحقوق لا تعطى إنما تنتزع، كما أن على الحكومة الشرعية أن تراعي واجبها القيمي والأخلاقي تجاه ما يعانيه الشعب. والنداء موجه للجميع والأمور الإنسانية، وما دامت الحكومة الشرعية قد أعلنت التزامها بتوفير المرتبات للموظفين فعليها أن تتحرك وفق هذا الالتزام. أشكرك جزيل الشكر حافظ مطير الناطق الرسمي والمسؤول الإعلامي لرابطة موظفي الدولة، شكرا جزيلا لك. لكن في إطار الحديث عن التزامات الشرعية والتزامها بأن تدفع مرتبات الموظفين، دعني أقرأ لك تعليق للزميل سمير النمري، أشار بأن الحكومة كانت في كل المحافظات ترسل جميع إيرادات الدولة إلى الحوثيين بصنعاء مقابل
إرسال الحوثيين المرتبات للموظفين في مناطق سيطرة الحكومة. الآن مطلوب من ميليشيا الحوثي وصالح أن ترسل الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن حتى يتسنى صرف المرتبات، وإذا رفضت فهي تسقط المسؤولية عن الحكومة وتتحمل هي كامل المسؤولية، ما رأيك؟ والله أنا في قناعتي أخي الكريم أن هذا كما يقال وضع العقدة في المنشار. الميليشيا طبعا ما يهمها يحترق الناس، ولو كان همها ما دخلت الحرب هذه الخاسرة من البداية أصلا. كانت ينبغي أن إذا قد ابتليت بالانقلاب لا تذهب وتتحرش بجارة يعني هي الأقوى في المنطقة فتجلب لها العالم كله لحرب هذه الميليشيا. حينما تطلب الحكومة الشرعية يعني من الميليشيا التوريد هذا مستحيل، احنا نتكلم عن ما همهم يحترقوا الناس. إيش لا العجيب انهم يفرضون على المواطنين الان اموال لصالح البنك، هم يريدوا يعني هذا جزء من معاناة الشعب اليوم. انا هو الان ينبغي الناس اولا ان يدركوا الحقيقة ان ال ان 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 الذي يهمه شأنهم هو الذي سيدفع لهم الرواتب. نحن نأسف انه يصل حال الناس الى هذه الحالة، لكن هذا الواقع. الحوثي لو جلس 10 اشهر يوفر من 1000 ريال مو قادر يدفع الرواتب، ولو وفرها وهذا الشهر بيجمع منها ايضا اموال. يعني احنا نتكلم عن 70 مليار يفترض ان تدفع رواتب، هذه القطاعات المدنية. اما اذا تكلمت عن القطاعات العسكرية فبعضها يعني ما تعرف، يعني بعض القطاعات ما تعرف كم ميزانيتها. يعني انت تتكلم عن عشرات المليارات بل مئات المليارات من ان يدفع الحوثي. لو كان قادر يدفعها كان يدفعها الآن يبعد نفسه من الحرج، وليش عاد يجمع من الناس، وليش عاد يطلع يعني عبد الملك السيء هذا يصعد ويتكلم يجمع الناس يتبرعوا من 50 ريال وإنه الأمر سهل ويضرب 50 في 24 مليون وحسبة يعني خاسرة ما لها معنى إلا 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 الإفلاس. نحن نتكلم يا أخي الكريم يفترض الآن أن الناس قد فهموا هذا كما ذكر يعني أمين عام النقابة أنه واجب الموظفين أنهم يخرجوا، نعم يخرجوا يعلنوا عصيان ويضربوا عن العمل، هذا أقل واجب حقوقهم، هذه ما فيها شيء. ألم يكونوا هم أنفسهم من خرجوا واقتحموا صنعاء باسم 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 يعني الخروج إلى الشوارع؟ الآن يذوقوا من الكأس الذي يعني أذاقوا الناس منه. واجب هؤلاء الموظفين يخرجوا، وما احنا ما نطالبهم انهم يواجهوهم بالرصاص، فقط يعتصم في يطلب راتبه بس، يطلب راتبه ويعتصم في مكانه ويمتنع عن العمل الى ان يعطوه الراتب. ما قدر يعطيه الراتب الانقلابيين هؤلاء يعترفون بالقرار الدولي ويخنعوا ويخضعوا لدخول يعني ويسلموا السلاح ويعيشوا مثلهم مثل اي قوه سياسيه بداخل المجتمع. الحل الآن للمشكلة هذه والأوضاع هذه المتفاقمة الآن، حتى المستمع الكريم وهو يسمع الوضع المأساوي الذي وصل إليه الناس الذين كانوا يوم من الأيام السورية الحال اليوم هذه معاناتهم، الكل سيسأل ما الحل؟ سنأخذ هذا الموضوع. تسمح لنا أن نشرك معنا أبو مصطفى موظف قطاع خاص معي من العاصمة صنعاء. مرحبا بك أبو مصطفى. مرحبا بك أخي مختار وضيفك الكريم. أهلا وسهلا بك وسعيدين أن تكون معنا أبو مصطفى. الحال كما يقال لا يعلم به إلا الله تعالى، هذا في السابق، أصبح الآن الأصوات مرتفعة، الأنين يسمع على يعني مطلوب من الناس أن يكتبوا عن أوضاعهم، أن ينقلوا أوضاعهم، أن يتحدثوا عن أوضاعهم. صحيح اليمني عزيز في نفسه ولا يريد أن يظهر في مظهر الضعف، لكن لابد من أجل الحالة العامة من أجل الدفع نحو الخروج من هذا المأزق الذي أدخلنا فيه الإنقلابيون. فكيف تصف وتوصف الوضع الذي يعيش فيه الناس الآن؟ أخي الكريم هذا من أين أبدأ لكم من أين أنتهي؟ الوضع سيء جدا يا أستاذي، وذكرنا أن هذه الأزمة جعلت الناس في هم وغم لا يعلم به إلا الله. الآن محلات الذهب يعني الناس مقبل عليها، النساء تبيع ذهبهن، محلات حتى الجنابية سوق الصافية مليان، الناس باعوا أثاثهم أكلوا من القمامة، عيني يروح عيني يصير عيني يشوف. الأمر الآخر البعض يقول ليش ما يخرجوا يشكلوا مظاهرات، ايش يخرج يعمل يعني يقطعوا الشوارع يدخلوا في مهاجرتهم. الحوثيين متجبرين، الحوثيين يعني ملات السجون بكثير ممن قالوا لهم لا او وقفوا في جوهم، بل وستمتلئ اكثر واكثرهم لا يبالون، هم سيستخدمون لغه السلاح لغه القتل. هؤلاء ناس لا يعرفون الا ان يعيشوا هم وغيرهم، ياكل حتى من القمامه او من اي مكان. اخي الكريم طيب الشيخ مصطفى، الشيخ ابو مصطفى يعني بالاخير
يعني الواحد إما أن يموت جوعا أو يموت بقوة السلاح، يعني هل وصل الناس إلى هذا الخيارين الذي لا ثالث لهما؟ لم أسمع السؤال. سألت فقط أنه إما أن يموت الإنسان جوعا بعد أن ينقطع راتبه ومصدر دخله هو وأولاده، أو يموت تحت تهديد السلاح أو قصف الميليشيات، يعني وصل الناس إلى الخيارين الذي لا ثالث لهما كما يقال. الآن الناس في خوف وبرد وجوع ومجاعة وذل، كل ما يعني يخطر في بالك الناس يعيشوها الآن في صنعاء. صنعاء ستنفجر. أضيف يا أخي، بعض الناس يريد أن يمشي مثلا إذا لازم مكان ينتقل إليه هو عائلة كده، ما عاد يركبوش السيارة، ما عاد يركبوش الباص، يمشي ويجي من بدري، منين أجيب حق المواصلات؟ يعني أصبح الوضع سيء جدا. أحد الناس دخل إلى محل في زمار، ذكرها أحد الأخوة في قصة، دخل إلى المحل وفي يده الجنبية وأخذ كيس قمح فوق ظهره وقال من يقترب مني سأقتله، هذا أكل أبنائي، هذا رزقهم، وهو يذرف الدموع يبكي، يعني أي واحد يضرب منه أي يقتله. ليش؟ لأنه من أين يأكلهم؟ من أين يجيب لهم؟ صاحب المحل ترك، خلاص اتركوه هذا يمشي له. وقف على ذلك كثير، ناس متعففة الآن أصبحت تشكي وتبكي يعني وتأن، يعني لا ما لا بد. أين هذا الرواتب الحوثيين الآن؟ هم الذي وعدوا الناس بإسقاط جرعة، وعدوا الناس بأننا سنعطي الأمن والرخاء، الآن الناس وجدوا عكس ذلك، يعني الناس في يعني في حالة يعني غضب شديدة جدا جدا. شكرك جزيل الشكر أبو مصطفى الموظف في القطاع الخاص، كنت معنا من صنعاء، داهمنا الوقت، شكرا جزيلا لك. إذا أختم معك شيخ جمال في النقطة الأبرز اللي هو ما الحل، يعني الكل الآن يتحدث والكل يشتكي والكل يقول، حتى أنصار الحوثيين على فكرة وأنصار علي صالح يطالبون بالراتب ويتحدثون ويكتبون في مواقعهم ومواقع تواصلهم يريدون الراتب، لكن المعاناة تزداد يوما بعد يوم ولا حل يلوح في الأفق. كما ذكرت لك، نحن حقيقة ما نستطيع أن نقول فقط أن على الشرعية فقط أن تدفع دون أيضا أن يلتزم الحوثي، لأن أيضا الحوثي الآن يأخذ الإيرادات يتقوى بها على حربه هذه الآثمة والظالمة. فواجب الميليشيا هذه أنها إما تتحمل مسؤوليتها وتدفع رواتب الناس، أو أنها تورد للبنك يعني وكما يقال تجعل الكرة في ملعب الشرعية. قبل أن تورد يعني قبل أن تدفع الشرعية، الحوثيون حتى الآن لم يوردوا بعض الكشوفات من بعض من بعض البنوك، خصوصا البنك صنعاء، ويحتفظون ببعض البيانات لديهم، ما زالوا في المحافظات التي تحت سيطرتهم لا يوردون المبالغ إلى البنك المركزي في عدن، وإنما يوردونها لصنعاء. هذا ماذا يعني؟ إذن هم الآن يقودون إلى حالة الاحتقان الصعبة التي سينزل فيها الناس إلى الشارع جزما، ما في الآن. إذا مر الشهر هذا الشهر الثاني ما جاء، ما الناس ما عندهم كما ذكرت، ليس عندهم خيار، إما أن يموتوا جوعا أو يموتوا في الساحات. هم يواجهون، ما عندهم خيار آخر. إذا كانوا قادرين الحوثيين أنهم يتحملوا أعباء دولة ويريدون أن يعيشوا في معزل عن العالم بأكمله، ويستطيعون أن يجدوا نظام مالي ذاتي الذي ما قد فعله أحد إلا هؤلاء المعتوهون، فليتحمل المسؤولية يدفع رواتب الناس. طيب الآن هناك هدنة مطروحة على الطاولة ومقدمة أمام الناس، إنه هدنة لمدة 3 أيام، يخرج الناس بعدها إلى رؤية وطريق يتراجع فيها الإنقلابيون عن انقلابهم، وتخرج اليمن بإذن الله تعالى إلى بر الأمان. ماذا تتوقع؟ نحن نتمنى أن العقلاء الذين يعني وهم قلائل، الذين لا يزالون يعني في حزب صالح وفي المؤتمر، أنهم يضغطوا على هذا الرجل أن يتقي الله عز وجل ويراجع نفسه ويفك ارتباطه مع هذه الميليشيا القذرة التي مستحيل أن تخرج اليمن يعني في ظل يعني أي هدنة، إلا إذا حصل يعني فك ارتباط ما بين الحزب هذا الذي حمل الحوثي إلى كل قرية وإلى كل مدينة وإلى كل حارة. إذا فك الارتباط معه فعلا الحوثي سيجد نفسه يعني كشف تسلل، ما عاد في معه خيار إلا أن ينتحر فيما بقي من الحرب أو يعود إلى جحوره في كوف مرة. يكررون دائما بأنه حتى لو أكلنا أوراق الشجر فلا يمكن أن نمد أيدينا إلى ما لي كلش أوراق شجر، قصدهم أوراق الشجر القات، أفضل أنواع القات. أي أوراق شجر؟ وما الواحد منهم الآن قدوا سنة واحدة وطلع له كرش وكأنه مغترب بداخل أمريكا.
أوراق الشجر هؤلاء المساكين الذين في الحديدة في 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 تعز الذي ممكن تقول يكونوا أما هذا قصدهم أوراق الشجر أنواع القاتل جيد يعني هم إذا أكلوا سيظلون صامدون ما دام كما ذكرت لك لسان حالهم اللهم أدمها أزمة واحفظها من الزوال لأنهم عايشين عليها مثل الجرح إذا جئت تطهره تتأثر الجراثيم من الجرح هذا لأنها تعيش على هذا الجرح وهؤلاء عايشين على الجروح هؤلاء حشرات تعيش على جروح الأمة ولا يا أخي الإنسان العاقل إذا رأى نفسه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلح وهو نبي الله من أجل يسلم يعني ثلة في 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 الحديبية ثم عاد وقبل يعني المهادنة وكانت قريش ما تمتلك شيء هؤلاء ماذا يمتلكون يضحكون على أنفسهم أنهم مستعدين يعني يظلوا في الحرب هذه إلى يعني التحالف مستعد تستمر الحرب حتى 10 سنوات هم يقدرون على هذا ما يستطيعون هو قال انه قادر يقاتل لمده كذب والله كذب والله ما يقدر انه هذا كله فقط الان هم يستنجدون بروسيا يستنجدون بروسيا الوطنيين هؤلاء صاروا يستنجدون بروسيا ويبحثون لخلط الاوراق نعم يعني اذا في ختام هذه الحلقه ما الرساله الموجهه حتى الى الحكومه رغم ان الصعاب التي لديها لانها تبني نظام مالي جديد وتعمل على ترتيب الأوضاع وترتيب الأموال وترتيب الإيرادات وترتيب الكشوفات وهذا يحتاج إلى جهد لأن الخطوة كانت بدون إعداد سابق ما المطلوب منها وقد هناك أنباء على أن مبالغ من المال بإذن الله تعالى تصل إلى البنك المركزي في عدن وتفرج مشكلة المرتبات طبعا أول شيء يعني رسالتنا لنا ولجميع اليمنيين أول شيء أن الضراعة إلى الله عز وجل واللجوء إلى الله عز وجل أن يعجل لنا بالفرج لا شك أن هذا كله بسبب ذنوب أصابتنا حكومة ومحكومين وإلا ما كنا نصل إلى هذا إلا بسخط من الله عز وجل وهذا ابتلاء من الله عز وجل والناس جميعا ينبغي أن يعودوا إلى الله عز وجل وأن يراجعوا حسابتهم مع الله الأمر الآخر على الحكومة أن تعجل وأن تترك البيروقراطية الآن الناس ما يحتملوا هناك يعني أطفال يموتون من الجوع هناك أطفال خرجوا من المدارس هناك يعني أسر تشردت هناك أسر خرجت من مساكنها أخرجها المستأجرون يعني إلى متى ينتظرون لابد من الإسراع وإيجاد حل حتى يعرف الناس من هو الذي فعلا راعي لهم مجرد أعتقد أن الحكومة الشرعية لو أنها صرفت راتب واحد فقط أدرك الناس كلهم أن هذا الكذب الذي يعني يقدمه لهم الحوثي وصالح وأنصاره أنه لا قيمة له ما قدروا يرفعوا يقدموا راتب واحد كيف سيكملون سنوات كاملة لابد من خطوات عاجلة من الحكومة الشرعية لحل الأزمة أشكرك جزيل الشكر الشيخ جمال غندل الكاتب والباحث السياسي كنت معنا في الاستوديو شرفتنا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة بإذن الله تعالى تنفرج هذه الأزمة والمشكلة والعناء على شعبنا اليمني ويخرج بإذن الله تعالى قريبا إلى الحياة الكريمة استودعكم الله وإلى اللقاء